مرحبا بك اخوي نور الدين في راديو صوت منزل بورقيبه. شنو النداء اللي تحب تقدمه لشركه النقل وزاره النقل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو انا كعضو في جمعيه الاخوه التونسيه الليبيه ضمن نتاع المجتمع المدني، انا ديجا حضرت زوز ملفات، ملف للورشة يعني البارك تاع منزل بورقيبة في حالة ماهوش باهي، يعني في جاي في نهج والساكنين معناها تقلقت وبرشا مشاكل فهمتني في الشيء هذا، حتى في السواق يدخلوا معناها الكراج فما صعوبات في السوق في كذا ما عادش ينجموا فهمتني. حضرنا ملف لهذا ان شاء الله نحب نوصلوه لوزير النقل باش يشوفوا لنا المشكل هذا، خاطر لاقيين مشكل كبير احنا في الشيء هذا، خاطر الاراضي كلها في منزل بورقيبة بلاسك معناها أراضي عسكرية، البقعة اللي مشيو نلقاوها معناها أراضي عسكرية عسكرية. نحبوا نتصلوا السيد سي عبد الكريم الهاروني السيد وزير النقل باش يشوفوا لنا الإشكالية نتاع الشيء هذا بالتعاون مع المجتمع المدني. وحاجة ثانية، منزل بورقيبة تعاني برشا 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 مهمشة في النقل هنا في منزل بورقيبة، يعني عندنا عدة نواقص هنا كانوا ناقصين برشا كيران، عندنا فما خطوط حتى مسكرة واحنا ما نلوموش على الشركه الجوي النقل هذاك اللي عندها وهذاك الماتريال اللي عندها والشركه كلها بتعاني، راه مش منزل بورقيبه وبركه فهمتني. انت شنو تقول على انه المواطنين يتردوا يقولوا ديما الكار اللي تعود جاي لمنزل بورقيبه تتبدل الوجهه نتاعها تمشي لبنزرت، واللي كانت مستعمله في بنزرت يجيبوها لمنزل بورقيبه، يعني منزل بورقيبه ما تجيش جديد؟ والله الجانب هذا فيه منها صحيح وفيه الغالط، يعني ما نحطوش العبء الكل على كيما رحنا على بنزرت ولا هذا صحيح، فما موجود هذا ما نقولوش ليه، اما في بعض الحالات يعني خاطر وقت اللي نضطروا معناها ساعه ساعه كذا اللي معناها شكار تبعث الشركه صحيح كار قديمه للمنزل بورقيبه باش تخدم، ولكن الوضعيه اللي من قبل الثوره بعد الثوره هذيك اي الشركه اللي عندها ما عندهاش كار، هي حتى بنزرت تعاني، راهي حتى مدينه بنزرت تعاني في الشيء هذا، ان عندهم برشا نقايص اكثر من احنا زاد راهو. شفنا منزل بورقيبه عندها اكثر من بنزرت برشا، كما شفنا في وقت القرايه التلامذة برشا مرات يتغيبوا على الدراسه نتاعهم في تونس، خاصه كار منزل بورقيبه تونس ساعات تحبس في نص الثانيه، وفما شكون يتضرر من قرايته، وفما شكون حتى وصل يعني باش ما يعديش دي دوفوار ويعني باش يدوبل، هذايا شكون يتحملوا هذايا؟ لا مش بال يعني بالكيفيه هذه، هي صحيح خط منزل بورقيبه تونس تعب برشا صحيح ما عندناش، واحنا ديجا عملنا ملف في الحفلات هذوما، عندنا ديجا كار شرقيه ناقصه هذيك تحل لنا برشا مشاكل، عندنا صحيح ناقصين في لونتروتيان كيما نقولوا احنا شويه مش ياسر، فما خاطر ما قلنا يعني اشكاليه نتاع الشركه كامله فما شويه بياسات مش ياسر، تجيب هذه ما تجيبش هذه، البان يصير راهو الكيس ما نقولوش حتى شيء، هي حتى كار جديده تصير بان راهو، اما فما كيران تجي من بعدها اللي بعدها تهز فهمتني، نتحاولوا يعني فما كي مثلا تيح كار بعد الخيثمين يعني فما كيران من زارت تهز كار المنزل اللي بعدنا تهز، يعني فما تفادي في الشيء هذا فهمتني، ماهوش شكل بكيفيه كبيرة يعني منكو ولا حاجة ليها، أما الصحيح بعد الثورة عانينا برشا، حتى عندنا كار 9.25 يعني هذه ديما أنولي ديما منحية ديما ما فماش كار، يعني ديما عندنا كيران بعد الثورة نعانوا برشا 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 كبيرة في الوقت، طالبين حتى 3 كيران نورمال وزوز كونفور، احنا طالبين باش الأسطول تاعنا تحلنا، عندنا خط راس جبل مسكر هذا عنده برشا، خاطر راس جبل هذا فما ناس تجي من راس جبل للسبيطار، وفما اهالي من منزل بورقيبه يسكن في راس الجبل عندهم ولاد وكل شيء مش غادي يقولوا شو يعمل، يمشي من بنزرت منزل بورقيبه بنزرت وبنزرت يمشي راس الجبل، يعني فما ناس تخرج 17 اسابيع من راس الجبل باش تمشي لبنزرت بعد ياخذ 11 منزل بورقيبه، يعني تصور انت راس الجبل منزل بورقيبه في ساعه يمشي 3 سوايع يعملها 7 8 9 10 11 4 سوايع، يعني يخرج من راس الجبل وقتاش باش ياخذ منزل بورقيبه تحب ياخذ 11، وهذا صار مواطنين يعني قدامنا يعني تشكاونا مش شويه. خطة تغيير مكان المحطة، أنا هو المكان اللي تراه مناسب أنها باش تولي فيها المحطة متاع منزل بورقيبة؟ والله مشكلة المحطة هذه فما عدة مواقع، معناها فما برشا بقايا اللي تنجم تتحط فيها من الوحدة المحطة هذه، فما يقولوا بقعة متابعة المينيتير هذيك، هذا عش قلنا من الاول قلنا راهي فما زبريبه كلها اراضي عسكريه فهمتني، فما بحث الصاله
فهمتني السال دو سبور هذيك وين سكومينا فما بقعه كبيره غاديك تنجم تجي بارك وتجي معناها محطه كبيره فما يقولوا معناها برنامج ورا الليسي ميكس هناك ما نعرفوش العلم عند الله يعني تتعمل الغادي ولا البرنامج ماهوش معروف يعني المحطه وين بالضبط فهمتني المطلب الاساسي يعني نتاعكم اللي تروح شنو المطلب الاساسي نطلب دعم كبير لمنزل برقيبه في النقل رانا مستحقين برشا كرام ما نقولكش لا خاصة خط تونس منزل برقيبه نعانيو في معاناه كبيره فما ناس بكرهبها تمشي قتلك اخويا مستعدين نخليو كرهبنا ونرجع للكار على خاطر معناها باش نلقاو خدمات باهيه احنا طالبين خط الشرقيه خاصه هذاك وطالبين راس جبل هذا مزوز يزم مزوز خطوط يرجعوا وزيد معناها في حتى ماديا معناها خط راس جبل خط معناها شرقيه في فوائد كبيره على الشركه يعني ماهيش سهل خط هذاك خط يدخل فيه اموال كبيره راه حسابيا راه فهمتني العريض اللي تحضروا فيها توا شنو فيها المطلب يعني شنو الاجراءات اللي باش تعملوهم في العريضه العريضه اللي قمتوا بها اللي تحضروا فيها توا وين وصلت وشنو المطالب اللي مكتوبه فيها وشنو الاجراءات اللي باش تقوموا بها والله العريضه حاضره احنا مستعدين نوصلوها المهم احنا قاعدين مع المجتمع المدني هناك والمواطنين قاعدين نصبروا فيهم فما الناس صحيح متحمسة شوية لكن احنا بتضافر الجهود مع الجمعيات والمجتمع المدني قاعدين نهديو في العباد وواحد كل شيء وديجا صحت لنا برشا معناها خذينا التوقيع متاعهم مش نحبوا نوصلوا لهم صوتهم للسيد وزير النقل باش يشوف المحل يعني هنا في منزل برقيبة ان شاء الله خاطر الناس فما طلبة تقرا في الشرقية فما طلبة تقرا في 9 ابريل معناها موجودين برشا الناس قاعدة متعبة حتى الأولياء ما عادش قادرة باش تكري لأولادها في تونس تحب تعمل النافيت منزل برقيبة تونس النافيت منزل برقيبة تونس ناقصين يعني في الماتريال نحبوا نوفروا الماتريال باش الناس معناها تقعد مرتاحة في الرونتري سكولير الجاي ان شاء الله احنا ماناش طالبين غدوة ولا بعد غدوة لا اما نكملوا صيفية بإذن الله كيما باللي عندنا ويجينا الماتريال يتفكرونا وكهو في السيزون الجاي رونتري سكولير الجاي يتفكرونا يدعمونا بشوية ماتريال ان شاء الله وكهو ان شاء الله يوصل المطلب نتاع مواطني منزل برقيبه لوزاره النقل ومشكور اخوي نور الدين ان شاء الله